بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء اللي هنحاول نتكلم فيه عن جزء من المقرر النظري اللي احنا بندرسه في المحاضرات، وبالتحديد هنتكلم عن شابتر 3 أو الفصل الثالث من كتاب Fundamentals of Database Systems. شابتر 3 ده يا شباب بالتحديد بيتكلم عن الـ Entity Relationship Model، او اختصارا كده تقدر تقول عليها الاي ار موديل. طيب ايه هو الاي ار موديل؟ الاي ار موديل هو الموديل او النموذج اللي انا بستخدمه للتعبير عن الكيانات اللي موجوده عندي، اللي انا بهتم بحفظ البيانات عنها والعلاقه بين هذه الكيانات وبعضها. واضح؟ هو من اسمه حتى كده اسمه Entity Relationship. فالانتيتي هي الكيانات اللي انا بحتفظ عنها ببيانات، والريليشن شيبس هي العلاقات اللي بين الانتيتيز دي وبعضها. واضح؟ يبقى دي فكره الاي ار موديل نفسه، هيوضح لي كل الانتيتيز اللي موجوده عندي، ولو في علاقات بين الانتيتيز دي وبعضها برضو ايه هيوضحها لي. ماشي؟ فخلينا نتعرف على كل جزئيه من الاجزاء المشتركه في الاي ار موديل بدايه من الانتيتي. أولًا الإنتيتي هو إيه؟ الإنتيتي هو أي شخص أو مكان أو إيفنت، يعني حدث أو أوبجكت، شيء اليوزر بتاعي بيهتم بحفظ بيانات عنه. طيب ممكن تشرح لنا مثال؟ مثال بسيط خالص، لو أنا جيت عملت داتابيس سيستم لشركة، أول ما أجي أخش الشركة دي ابص كده على البيانات اللي هم بيخزنوها عندهم، فلاقيهم بيحتفظوا مثلا ببيانات عن الامبلويي اللي هو الموظف. البيانات دي مثلا اسم الموظف، رقمه القومي، السالري بتاعه، تاريخ الميلاد، المؤهل، وهكذا. ممكن كمان الاقيهم بيحتفظوا ببيانات عن الاوفيس. الاوفيس ده مع انه بليس اهو مكان، بس بيحتفظوا عنه ببيانات زي مثلا رقم المكتب، الدور اللي في المكتب، المكتب ده تبع إدارة إيه، وهكذا. التاسك اللي هي المهام أو الوظائف اللي بيعملوها اللي بيدوها للموظفين، كل تاسك مثلا إيه هم مدينها رقم، ومدين التاسك دي اسم، ومدينها وقت أو تاريخ، وتبدأ من إمتى وتنتهي من إمتى، وهكذا. فإذا أداة من التاسك دي بحتفظ عنها ببيانات، فبعتبرها عندي إنتيتي. طيب الكونفرنس، لو في مؤتمر الشركة دي بتعمله ولا شيء، فبتحدد اسم المؤتمر والتاريخ اللي هينعقد فيه ومكان الانعقاد ومين المحاضرين او مين الزوار اللي هيبقوا موجودين، وهكذا. يبقى اذا الكونفرنس ده انا اعتبره ايفنت، حدث، صح؟ لكن هم بيحتفظوا عنه ببيانات، فانا بعتبره برضو عندي ايه، انتيتي. يبقى انا ملخص الكلام اللي انا قلته، الانتيتي هو اي كيان يهمك تحتفظ عنه ايه، ببيانات. خلاص؟ هل الانتيتي ده لازم يكون من جوه الاورجنايزيشن؟ الاجابه لا. الانتيتي ده يا شباب اللي بحتفظ عنه ببيانات ممكن يكون من جوه الاورجنايزيشن، او يعني من جوه الشركه او المنظمه اللي جايه باني عشان اعمل داتا بيس سيستم ليها، او من بره الاورجنايزيشن دي. مثال مثلا من جوه الاورجنايزيشن، خلاص زي ما انت قلت، الامبلوي، الاوفيس، التاسك، الكونفرنس، وهكذا. طب افرض الشركه اللي انا بتعامل معاها دي عشان اعمل لها داتا بيس سيستم بتتعامل مع موردين، ناس بتورد لها مواد خام. هل الموردين دول اقدر اقول عليهم ان هم من جوه الاورجنايزيشن؟ لا طبعا، لكني برضو بحتفظ عنهم ببيانات، صح؟ بكتب رقم المورد واسم المورد ورقم تليفونه والفاكس والادرس بتاعه وهكذا. يبقى اذا انا جمعت عنه بيانات بالرغم ان هو مش من داخل الاورجنايزيشن، خلاص يبقى بعتبره بالنسبه لي هو اخر ايه؟ انتيتي. خلاص واضح؟ يبقى الانتيتي اي كيان من جوه الاورجنايزيشن او من براها بيحتفظ عنه اليوزر ببيانات. طيب البيانات بقى اللي بيحتفظ بيها اليوزر عن الانتيتي ده بيطلق عليها اتريبيوتس. يبقى انا دلوقتي لو مسكت انتيتي زي الموظف، ايه البيانات اللي بحتفظ بيها عن الموظف؟ مثلا بخزن النيم بتاع الموظف، الاس اس ان، الرقم القومي، الادرس بتاعه، السكس، نوعه، البيرث ديت، تاريخ الميلاد. اللي انا قلت ده بيطلق عليه ايه يا جماعه؟ اتريبيوتس. يبقى الاتريبيوتس هي مجموعه البيانات او الصفات اللي بخزنها عن كل انتيتي.
خلاص. طيب كل بعد كده انتيتي بقى من الامبلويز دول بيبقى ليه قيم تخصه، صح؟ يعني انا عملت انتيتي تايب اسمه امبلويي. بعد كده بقى جه الاستاذ محمد والاستاذ حسين والاستاذ عبد الله، كل واحد من دول ليه قيم تخصه بالنسبه للاتريبيوتس دي، صح؟ يعني الاخ اللي اسمه محمد ممكن النيم هيبقى اسمه هنا محمد، الاس اس ان مثلا 1 2 3، الادرس ساكن في الخارج. طيب هيجي الاخ اللي اسمه عبد الله هيبقى النيم هنا عبد الله، الاس اس ان 5 7 8، الادرس الرياض مثلا، وهكذا. خلاص واضح يا شباب؟ ماشي. طيب ادي اول حاجه من ضمن المكونات بتاعت الاي ار موديل. كده احنا عرفنا يعني ايه انتيتيز. نخش بعد كده بقى على الريليشن شيبس. الريليشن شيبس ترجمتها الحرفيه يعني علاقات. علاقات يعني ايه؟ يعني يا جماعه الانفايرمنت الواحده دي او البيئه الواحده اللي فيها الانتيتيز دي بتتفاعل مع بعضها كده، التفاعل بين الانتيتيز دي وبعضها او الارتباط بيحصل اللي بيحصل بين انتيتي والتاني ده احنا بنسميه ريليشن شيب عندنا. يعني مثلا ايه العلاقه بين الموظف والقسم؟ اقول ان القسم الواحد مثلا بيعمل فيه اكثر من موظف، صح؟ او اقدر اقول ان الموظف بيعمل تابعا لقسم معين، صح كده؟ ممكن اقول الطالب اللي هو انتيتي اسمه طالب بيدرس كورس، الكورس ده عندي انتيتي والطالب عندي انتيتي، في علاقه بينهم اللي هي علاقه الدراسه دي، صح كده ولا لا؟ الكونفرنس مثلا المؤتمر في زوار بيحضروا الكونفرنس ده، فيبقى انا عندي حاجه اسمها فيزيتور انتيتي لاني محتفظ عنه ببيانات، وبقول ان هو في علاقه بينه وبين الكونفرنس. ايه هي العلاقه؟ علاقه الحضور، ان الفيزيتور ده بيأتند او بيحضر في الكونفرنس ده، وهكذا. يبقى الريليشن شيب قال لك ريليتس تو اور مور ديستينكت انتيتيز، بتربط اتنين انتيتي او اكثر ببعض. طبعا الرابطه اللي بينهم دي بيبقى ليها ايه معنى او ليها تمثيل هنمثله بعد كده في قاعده البيانات عندنا. خلاص واضح؟ يبقى دي الفكره الاساسيه من الاي ار موديل، وضحت الانتيتيز، ثم بعد كده هوضح العلاقات اللي بين الانتيتيز دي وبعضها. انا اتكلمت كتير في الجزئيه دي بس عشان نبقى واضحين او عارفين احنا عاملين ده ليه، احنا عاملين الموديل ده ليه.